الرحمن الرحيم. اللهم صل على من كانت معجزته الكلمة وسنده البيان ودليله القول واللسان وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقد صدر لنا بفضل الله تعالى جملة نتاجات علمية تتمثل بمؤلفات تخصصية بشأن علوم القرآن وتأريخه وبشأن مناهج المفسرين والمطلقات التفسيرية وغير ذلك فيما يتعلق بالدرس القرآني والبحث التفسيري. كان من بين تلك المؤلفات هو كتاب الإجمال والتفصيل في النص القرآني دراسة في الدلالة القرآنية، وقد نال هذا الكتاب المرتبة الأولى في المسابقة التي أقامها ديوان الوقف الشيعي في عام 2009، وقد كانت تلك المسابقة تحت عنوان مسابقة الكتاب القرآني، واشترك في تلك المسابقة أكثر من 300 كتاب لأساتذة وباحثين وحوزويين. أما في عام 2010 فقد صدر لي كتاب الإطلاق والتقييد في النص القرآني، وقد نال هذا الكتاب المرتبة الأولى أيضا في المسابقة التي أقيمت من قبل ديوان الوقف الشيعي في ذلك الوقت. أما في عام 2011 فقد نال كتابي مناهج تفسير النص القرآني دراسة في النظرية والتطبيق المرتبة الثانية على العراق في مسابقة الكتاب القرآني التي أقامها الوقف الشيعي أيضا. فتم بحمد الله سبحانه وتعالى نيلي 3 جوائز دولية في نطاق الكتاب القرآني على مستوى العراق. وبعد ذلك صدر لي كتاب جدلية اتهامات الأنبياء في النص القرآني، وقد تعهدت مؤسسة المعارف التابعة إلى العتبة العباسية المقدسة بطباعة هذا الكتاب عام 2015. لا بد لي من أن أذكر أيضا بأن هنالك مجموعة من مؤلفاتي تدرس حاليا في الجامعات العراقية في أقسام علوم القرآن بوصفها مناهج دراسية خاصة بالشأن القرآني، منها على سبيل المثال كتاب تأريخ القرآن وعلومه، وكتاب مناهج تفسير النص القرآني دراسة في النظرية والتطبيق، وكتاب الإعجاز في النص القرآني دراسة في مفهومه ووجوهه. فهذه الكتب الثلاثة حاليا تدرس في منها ما يدرس في جامعة بابل، ومنها ما يدرس في جامعة القادسية، ومنها ما يدرس في جامعة الكوفة. الأستاذ الدكتور سيروان عبد الزهرة هاشم الجنابي، عميد كلية التربية في جامعة الكوفة. شكرا جزيلا.